في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أم الدنيا. أحداث كثيرة مرت على بلدنا الحبيبة مصر خلال الفترة اللي فاتت هنستعرضها كلها مع حضراتكم، ولكن قبل ما نتكلم عن الأحداث اللي مرت علينا دعوني أرحب بالأستاذة سلوى بكر، كاتبة وأديبة لها مجموعات قصصية كثيرة، منها زينات في جنازة الرئيس وإيقاعات متعاكسة وروايات منها وصف البلبل والبشموري ومسرحية حلم السنين. أهلا بك. ازاي حضرتك؟ احداث كتيره بتمر علينا وقلق كل حاجه وتوتر كمان في الفتره اللي احنا بنعيشها. توصفي لي الحاله اللي احنا بنعيشها كاديبه بقى. شوفي، احنا بنعيش حاله من التحولات، ولكن التاريخ تحولاته ليست تسير دائما في خط مستقيم، ولكن قد تسير في أشكال لولبية، والتاريخ يتقدم إلى الأمام ولكن ربما يراوح مكانه لا يتحرك. ولكن بالتأكيد ومن الثابت أن الزمن لا يعود إلى الوراء أبدا مهما كانت الظروف. ونحن عشنا ثورة يناير 30 يونيو، الحلقة الثانية من ثورة يناير، حققنا إنجازا هائلا بسقوط جماعة الإخوان المسلمين من على كراسي الحكم، حققنا تقدما هائلا بسقوط ما يسمى بالإسلام السياسي برمته كنظرية كفكرة كأسلوب للحياة في مصر. صحيح أنه متواجد، ولكن هو كأفكار أظن أنه تراجع وسقط سقوطا مدويا. هذه إنجازات هامة جدا ما كانت تكون إلا بفضل ثورة 25 يناير وثورة 30 يناير. رائع. احنا نتكلم عن أيضا قرار الرئيس الصادر بعدم التجريح في ثورة 25 يناير. هذا القرار أثار
ضجه في الفتره اللي فاتت خاصه بين الاعلاميين، لكن هنتكلم عنه باستفاضه. وبالامس السيسي افتتح 21 مشروع نفذتها القوات المسلحه في مجال الطرق والمواصلات والرعايه الصحيه. دي الانجازات اللي بتحاول الدوله فيها في الفتره اللي احنا فيها. ايضا اليوم نشرت الجريده الرسميه قرار لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 أبريل لسنة 83. والاتفاقية دي بتقول التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. والدول الموقعة على الاتفاقية الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا. ده طبعا في ظل الفترة اللي فاتت كان في حوالي من اسبوعين كده ان السعودية والامارات والبحرين وقعت اتفاقية او مصالحة مع دولة قطر ودعت مصر اليها للانضمام الى هذه المصالحة. مصر وافقت على هذه المصالحة ولكن في سبيل عدة شروط، من اهمها تسليم دولة قطر للمجرمين والهاربين إليها، لأن احنا عارفين طبعا أن قطر ترعى جماعة الإخوان الهاربة من مصر، وحتى مجموعة كبيرة مشيت من قطر وراحت تركيا. أيضا قطر هي التي تتولى الشؤون المالية الخاصة بهذه الجماعة الهاربة. ومش معنى أن قطر وافقت على المصالحة ده معناه أن قطر هتغير سياستها. حتى الآن قطر مستمرة في دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وفي دعمها حتى بعد حكم مبارك الصادر بالبراءة إن هي تدعو المصريين للقيام بثورة. أستاذة سلوى، تعليق حضرتك بقى، وشايفة قطر إزاي، وشايفة المصالحة اللي تمت بين قطر والسعودية والإمارات في الفترة اللي فاتت، هل قطر عندها استعداد تغير سياستها في الفترة القادمة تجاه مصر؟ قطر يعني ليست دولة بالمعنى المفهوم إذا قورنت على الأقل بالدول في منطقة المشرق العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. وأنت عارفة طبعا النكتة الشائعة أن قطر هي كشك في شبرا. أيوة. قطر كشك في شبرا يعني. ولكن قطر هي أداة دولية ودائما فتشي عن المصالح وأصحاب المصالح، من من مصلحته أن يحمي جماعة الإخوان المسلمين، من من مصلحته أن يدعم الإرهاب الديني في المنطقة. هناك وكما نعلم، وهذا ليس كلاما جديدا، هناك مشروع جديد للمنطقة، هناك تقسيم للمنطقة على أساس ديني أو طائفي. هذا المشروع تعثر بفضل ما تم في مصر بفضل 30 يونيو على وجه التحديد. إسرائيل هي الدولة الوحيدة المستفيدة أولا من فكرة التقسيم، لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي قامت على أساس ديني. هي دولة قامت على أساس ديني وعلى أساس عنصري. فعندما تكون هناك مجموعة من الدول أو الدويلات على شكلتها فلن تكون هي جسم غريب في المنطقة. وهناك فرق بين أن تكون هناك دولة قائمة على أساس ديني وبين دولة تتبنى الدين أو هي دولة يعني محافظة الدين يغلب على ثقافتها، هذا موضوع آخر. فأنا دائما أقول أن قطر ليست هي المسألة، علينا أن نفكر دائما في من يقفون وراء قطر ودولة. ده هيجبنا كمان شوية أني مش قطر يعني هي التي تقف في الوجه بمفردها، ولكن مثلا هناك أمريكا و الداعمة بشكل قوي جدا لجماعة الإخوان المسلمين طبعاً. وهي في اعترافات كمان هيلاري كلينتون في الفترة اللي فاتت أن أمريكا وكانت تخطط لقيام داعش للسيطرة على الشرق طبعاً. الأوسط طبعاً. هو نفس السيناريو الذي تم في أفغانستان. في أفغانستان
خلق الأمريكان القاعدة لتواجه الاتحاد السوفيتي في وقتها يعني آنذاك يعني، ولكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر كما يقولون، وخرج العفريت من العلبة وبات من الصعوبة عودته إليها مرة أخرى. هذه اللعبة الأمريكية فيما يتعلق بالسياسة الدولية هي لعبة قديمة ومكرورة، ولكن نتائجها وخيمة ليس على المنطقة فقط ولكن على العالم كله، لأن العالم كله سوف يكتوي بالإرهاب الديني إذا لم يتم التصدي له تصدي حقيقي وجذري وفعلي. ده يخلينا برضو نسأل يا أستاذة، إن يعني أمريكا من فترة قالت إن إحنا هنعمل ضربات قوية ضد مثلا الجماعات الإرهابية المتمثلة في داعش في سوريا والعراق، ولكن لاحظنا إن أمريكا في الفترة اللي فاتت قالت يا جماعة أنا لم تعترف أمريكا بداعش منظمة إرهابية، ورفضت إدراك هذه المنظمة كجماعة إرهابية. تعالي حضرتك. كانت الفكرة الأمريكية هي خلق مجموعات تكون أداة بيدها لضرب داعش، ولكي يكون هناك اقتتال واحتراب في المنطقة، يمتص كل الطاقات، يضعف كل الاتجاهات وكل الطاقات، وتكون أمريكا هي المستفيدة في النهاية من كل هذا. تمام. فهذه اللعبة لم تنجح، وهذا يفسر لماذا تراجعت أمريكا، لأنه داعش، من صنع داعش أصلا؟ السؤال من يمول داعش؟ السؤال من ترك الحبل على الغارب لداعش في العراق؟ تمام. أليست العراق تحت السيطرة الأمريكية؟ من ترك الحبل على الغارب لداعش في العراق؟ الأمريكان. فيعني استغباء الناس ومحاولة تزييف وعدهم وعيهم لم تعد ممكنة في زمن اتصالات وفضائيات إلى آخره كما تعلم. بدليل كمان إن الضربات المفروض اللي بتقول أمريكا إن هي بتوجهها ضد داعش في سوريا والعراق لم تفلح. طبعا يعني طبعا مش شايفين ليها اي وجود. طبعا. طيب ايضا مجموعه من القرارات، بالامس كان رئيس الجمهوريه التقي مع مجموعه الاعلاميين والصحفيين وقال مشروع قانون لتجريم الاساءه لثورتي 25 يناير، واطالب الشباب بتاسيس حزب سياسي، وادعو لصياغه ميثاق شرف، والدوله تتطلع للمستقبل ولن نعود للوراء. والسيسي كمان في بعض تصريحاته قال المصريين هيغيروا ثالث مرة إذا أرادوا، لكن التغيير أعتقد في هذا التوقيت هيكون صعب جدا. يعني لن نأمل في التغيير في هذه الأوقات، لأن التغيير هيحمل مصر خسائر فادحة، مش عشان هنغير رئيس ونجيب رئيس تانية، مش الموضوع في كده، ولكن البعض بيقول يعني وبيوجه رسائل حادة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لو أنت مش قدها خلاص ارحل، ولكن من سيكون البديل لعبد الفتاح السيسي؟ لكن ده امر طبعا سابق، واني الدعوات يعني دعوات من بعض الاشخاص القليلين جدا، ولكن حبينا نقولهم لحضراتكم. شباب الاعلاميين يشيدون بلقاء السيسي ويؤكدون الرئيس وضع حدا للمشككين في ثورتي يناير ويونيو بصمم قانون يجرم اهانتهما ويوصف شبابهما بالنقيض. هذا القرار يعني حدث ضجة في الفترة اللي فاتت، لأن في بعض الناس يعني من هناك يؤيد 25 يناير ومن هناك لا يؤيد ثورة 25 يناير، لأن كان في هذا التوقيت لا يوجد إجماع من كل الناس على إقامة الثورة وعلى 25 يناير. بعض الناس استجابت ونزلت الميادين، والبعض الآخر قال يا جماعة لا خربتوا البلد وكلام من هذا القبيل. لكن ثورة 30 يونيو أعتقد الكل هناك إجماع على هذه الثورة، قرار بعدم التجريح في ثورة 25 يناير، ولكن ما سمعناش قبل كده عن هذا القرار أو إن أي حد هيتكلم عن ثورة معينة هيعاقب وهيجرم. حتى في سنة 52 وثورة 52 في ناس كانت يعني ما كانت بتهاجم حتى في ظل وجود عبد الناصر وقتها، مش عشان خاطر نرضي فئة معينة نطلع نقول كلام او نطلع نسن قوانين. اللي محتاج قوانين بالفعل من يجلس على منبر اعلامي
ويتراشق بالألفاظ مع حد تاني، من يكون مثلا ضيف على برنامج معين ويخرج ويقول ألفاظ خارجة، ومع العلم ان هم بيكرروا الاستضافة مرة تانية، خصيصا مثلا الأستاذ مرتضى منصور بيطلع في كل البرامج مثلا بيقول شتايم وحاجات كتيرة. عايزين تفعيل قوانين للناس اللي بتتكلم بشكل عشوائي، والناس اللي بتهاجم، والناس اللي بتشتم في البرامج، مش قانون لتجريم من لثورة 25 يناير. رأي حضرتك يا أستاذ سلوى في هذا القرار، تجريم من يعني يشكك في ثورة 25 يناير؟ هو شوفي، هو ده قرار لن يضر ولن يفيد. ثورة 25 يناير ربما لا يرى البعض نتائج ملموسة لها على الأرض، لا يجد تغييرا تم على الأرض، ولكن أنا أظن أن ثورة 25 يناير أحدثت تغييرا هائلا في المجتمع المصري. أولا هي أسقطت كل المحرمات وكل التابوهات، العلاقة بين الرئيس والمرؤوس والتي كان يشوبها خوف وجبن، العلاقة بين الصغير والكبير، فكرة يعني أنا كبير وما تكلمنيش وأنت صغير ومش فاهم حاجة، طبعا العلاقة بين الرجل والمرأة. ثورة 25 يناير ولأول مرة في تاريخ مصر بتجعل من الأقباط كتلة من المواطنين، الأقباط أصبحوا من الشعب المصري عندما خرجوا في مسبير وخرجوا في الميادين كمواطنين. قبل ذلك كان يتظاهر الأقباط في الكنيسة في الكاتدرائية باعتبارهم شعب الكنيسة. المقصود هنا أن فكرة المواطنة أصبح لها منظور جديد، لا الأقباط مواطنين يتظاهروا ويشاركوا وليس من أجل مطالب قبطية أو مطالب خاصة بهم، مطالب ولكن مطالب تخص كل الناس بصرف النظر عن الدين. هذا إنجاز هائل، وسقط شهداء من الأقباط، هذا إنجاز هائل على المدى البعيد. الثورات نتائجها لا تتحقق في يوم وليلة، هي ليست مسرحية من ثلاثة فصول ويصدر الستار عليها وتنتهي، ولكن هي تمتد، والثورة ليست أهميتها في أن تخرج كتل بشرية ومجموعات بشرية ضخمة إلى الشوارع، أهميتها في المتغيرات التي تحدثها في ثقافة وقيم ومفاهيم الناس. الوعي السياسي عند المصريين منذ 25 يناير وحتى الآن تغير بشكل هائل، وخصوصا بعد 30 سنة من انحطاط في الحياة السياسية التي عشناها خلال فترة حكم مبارك. 3 سنين الناس بتتكلم في الهم العام في الشأن العام. إذن أنا أؤيد هذا القرار، وهو لا يجوز التجريح في ثورة يناير. ولكن البعض البعض يقول اني ده قمع حرية، انا رأيي ان انا ممكن اقول 25 ثورة او لا. انا ارتكز الى فكرة ان ثورة 25 يناير التي سقط فيها شهداء من اطهر الشباب واجملهم واصيب من اصيب، ولكن الاهم ان هي جزء من أهم أجزاء التاريخ المصري المعاصر الذي يجب أن نحترمه. ليست وجهة نظر أن نقول أنا ضد 18 يونيو وأن يكون هناك عيد للجلاء، لا، هذا يوم عظيم في تاريخ المصري، إذن يجب أن نحترم تاريخنا واللحظات المؤثرة فيه، ومن هذا المنطلق أنا أؤيد هذا. تمام. طيب أستاذة سلوى، يعني هل الأحداث اللي بنمر بيها في الفترة اللي فاتت دي ممكن نحكيها في رواية؟ شوفي، عايزة أقول لك الأحداث اللي بنمر بيها واللي هنمر بيها لسه طبعا هي موضوع روايات، لأنها أحداث
فريدة لا تتكرر كثيرا في تاريخ الشعوب. ها انت هتقعدي 500 سنة يمكن كمان عقبال ما تحصل ثورة، يعني ان ثانية. حدثت زي ثورة يناير مثلا، طبعا يعني طبعا. بالزخم وبالقوة وبالمشاركة الشعبية الواسعة. ولكن هو المسألة انه دائما الثورات، الأحداث الكبيرة العظمى المطلعة، هي مادة للإبداع عموما، الشعر والرواية والقصة. ولكن السؤال هو كيف تكتب، وما هو المستخلص منها في الكتابة الإبداعية؟ هذا هو السؤال الصعب والسؤال التحدي. حضرتك فكرت ان انت تعملي الاحداث اللي فاتت دي رواية مثلا يستفيد بيها الشعب المصري؟ الحقيقة لا، هي الرواية محدش بيستفيد منها، واخد بالك؟ اه الرواية في كاتب إنجليزي جميل هو لورنس داريل، اه بيقول عن الإبداع عموما والرواية خصوصا، بيقول إنه أنت لما بتقطفي ثمرة من شجرة أو وردة من غصن، فإن الغصن لا يرتد إلى مكانه أبدا. اه كذلك الإبداع الجيد والإبداع الجميل، عندما تقرأين رواية جيدة فأنت لا تعودي إلى ما كنت عليه أبدا، هي تؤثر فيك، تحفر فيك، تحدث تغييرا ما فيك. يعني إذن المسألة هذا التغيير لا يحدث فجأة، ولكن هو يحدث تدريجي. بشكل في اللاشعور وفي الوعي وعلى مستويات عالية. طيب حصل الفترة اللي فاتت برضو بعض الإعلاميين مثلا، يعني الإعلامية عايدة سعودي في الحلقة بتاعتها بعد حكم مبارك كانت قالت عدة يعني جمل كده، أهمها مثلا على فكرة تم يعني توقف هذه المذيعة أو الإعلامية عن العمل في الإذاعة مش في التلفزيون، اسمها عايدة سعودي، توقفت والرئاسة رجعتها مرة تانية للعمل إلى موقعها. عايدة سعودي قالت قبل ما أبدأ الحلقة مش عارفة أقول إيه ولا أعمل إيه، أعمل نفسي مش من هنا، جملة لا تعليق على أحكام القضاء، جملة كلنا عارفينها، ده النص بالضبط هي قالت إيه وحافظينها عن ظهر قلب وبنحترمها، لكن عندي كام سؤال. لما حد يحتفل بحكم براءة مثل ده مثلا زي ده، يبقى تعليق ولا مش تعليق؟ ولا عادي يبقى الحزن والقهر هو برضو عادي؟ انا مش من حقي كمواطنة ومذيعة اتوجع من حكم زي ده، اتوجع لشباب راح بسبب افكار حرة، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية، من حقي احس بالقهر من الناس اللي بتحتفل بالبراءة؟ هم احرار بس من حقي احس انهم فرحانين في موت اخواتنا وبراءة اشخاص كلنا عارفين اللي حصل في عهدهم وبنعاني من تبعاتهم من فقر ومرض وجهل. دي الكلمات الإعلامية الخاصة بالأستاذة عايدة سعودي في أحد البرامج الإذاعية، ويتم إيقافها لأن هي أبدت رأيها في براءة مبارك، ولكن الإعلام يعتقد ليس من حقه أن يقول وجهة نظره، إن هو بيعرض كل الوجهات النظر اللي حواليه وكل الآراء، سواء الآراء يعني الحقيقية والمضاد ليها، الاراء الصح والاراء الغلط، والمشاهد هو اللي ليه الاحقيه ان هو يستشف الحقيقه من المنابر الاعلاميه. المنبر الاعلامي مش للاعلامي، مش البرنامج الخاص بمذيع معين او اعلامي معين، خلاص هو ده بقى البرنامج بتاعه، من حقه يقول اي حاجه فيه، ولكن البرنامج الخاص باي مذيع او اي اعلامي ملك للناس وملك للمشاهد مش ملك للاعلامي. فهي قالت رايها ولكن تم توقفها عن العمل، ولكن رجعت بقرار من الرئيس. رأي حضرتك؟ لا، الحقيقة أنا مختلفة مع حضرتك، اتفضلي. مختلفة مع وجهة النظر السلبية إن الإعلامي مش من حقه يوافق. أولا بالمنطق العام، ليه مش من حقه يوافق؟ هو المفروض يعرض، لا، يعرض كل هو الحقائق. مش أداة، هو يعرض كل الحقائق بالظبط. ويقولها ويقول رأي، والمشاهد يأخذ بهذا الرأي أو لا يأخذ بهذا الرأي. تمام. المسألة الثانية، الإعلامي هو مش أداة، يعني دي فكرة غريبة جدا. الإعلامي مش مكنة، الإعلامي مش مكنة، ده كائن وإنسان وليه وجهة نظر، ويستطيع أن يقدم. تعلمنا كده في الصحافة يا أستاذ. ما هذا خطأ، وهذه فكرة بصراحة هي في الأساس
فكرة أمنية. يعني هي الفكرة، هذه الفكرة الذي وضعها رجل أمن ورجل معادي لحرية الرأي وحرية التعبير الإعلامي، عليه أن يعرض كل وجهات النظر، يعرض الحقيقة ويقول وجهة نظره، وعلى المشاهد أن يأخذ بها أو لا يأخذ بها. الإعلامي أيضا أحيانا من حقه أن ينفعل، لأنه إنسان. طب ما نجيب روبوت يبقى مذيع أو مذيع، لا، من حقه ينفعل. أنت لما تشوفي مشهد مأساوي، حادث مأساوي، وبتعرضيه للجمهور، قد تبكي، وهذا من حقك، وهذا أمر يعني شديد الإنسانية. فأنا مختلفة مع هذه الفكرة، ويعني أحسنت الرئاسة صنعا بعون عايدة، طبعا، وقرار حكيم، ويعني وإن كان هو منذ البداية قرار مخزي، لأنه كنت أتمنى أن يعني يطبع هذا القرار بمعاقبة من منع عايدة من تقديم البرنامج. من حقها تقول وجهة نظرها، يعني رأي أستاذة سلوى بكر، ويعني علشان هي بتمر يعني زيها زي أي مواطن بيتأثر بالأحداث، فمن يعني يقول رأيه ويعرضه على المشاهدين، والمشاهد ليه الأحقية الأخذ بهذا الرأي أو لا يأخذ بهذا الرأي. برضو حصل حاجة تانية أستاذة سلوى، يعني هنحكيها مع حضرتك. أحد الإعلاميين في البرامج، واحد بيأيد براءة مبارك مثلا، الإعلامي أحمد موسى كان بيأيد براءة مبارك، وعمل مداخلة هاتفية مع مبارك الرئيس السابق مبارك، ويعني في المقابل الإعلامي يوسف الحسيني رد وقال يعني ده مبارك رئيسك أنت، واحد بيأيد الثورة، واحد لا يؤيد ثورة 25 يناير، وابتدأ يعني الكلام والتراشق بالألفاظ ومناقشات، حتى كل واحد في برنامجه، يعني ده يطلع يقول كلمة، التاني يطلع تاني يوم يرد على الكلمة اللي هو قالها عليه. ايه رأي حضرتك في الإعلام وما وصل إليه الآن؟ هذا الأمر يتعلق بطبيعة الإعلام السائد. طبيعة الإعلام السائد قائم على التهييج والإثارة. ما هو أنا عايز، إذا كان القناة معمولة عشان بعمل إعلانات طول الوقت وأكسب، 90% من القنوات هي قنوات إعلانية للتكسب، فأنا إزاي أخلي المشاهد يقعد أطول فترة ممكنة أمام القناة؟ فلازم أعمل إثارة، برامج توك شو الناس تضرب بعض بكوبايات فيها، أجيب أغاني بتوع نجوم، ويعني التوليفة دي أصبحت توليفة وطبخة عشان أعمل إعلام يستطيع أن يجعل المشاهد متسمر أمام القناة، الكراسي أمام التلفزيونات، على الكراسي قدام التلفزيونات، وإن بقى أنا بقى بين كل شوية أروح أعمل كت وأجيب بقى إعلان معجون سنان، ولا إعلان شيبسي، ولا إعلان بيبسي، وكل هذا كلام. فدي يعني مسائل في منطقة فلسفة الإعلام السائد. بس حضرتك قلت لي كلمة حلوة من شوية، إني الإعلامي من حقه يظهر وجهة نظره، يعني الإعلاميين من خلال المنبر الإعلامي بيقولوا وجهة نظرهم وبيتكلموا في مناقشة الأحداث ومتابعة الأحداث، لكن موضوع التراشق بقى، يعني أنا أعرض وجهة نظري لكن أتراشق مع زميل آخر في قناة تانية وفي محطة تانية، يعني في مكان تاني خالص، ويبتدي أهاجم وبطريقة صعبة جدا. شوفي هذا الجزء طبعا هو يندرج تحت غياب مفهوم المواطنة، المواطنة التي لا نتربى عليها. المواطنة هي في النهاية كيف أكون فردا في المجتمع له حقوق وواجبات، لا أتعدى على حقوق حقوق الآخرين، ولا أخل بواجباتي. نحن لا نتربى على هذا الأمر، لا في بيوتنا ولا في المدارس، ولا المواطنة قيمة سائدة في المجتمع من أصله. المشكلة أنه ما يحدث بين هذين المذيعين أو مقدمي البرامج هو يحدث المجتمع كله. اتنين عربية سبقت عربية، ولا عربية كسرت على عربية، التاني يروح نزل نزل بسرعة وعامل كم من الشتائم، والتاني يرجع يشتمه، التاني ينزل له يضربه، والتاني ينزل له. الست اللي بتشتكي من جارتها انها سايبه التكييف بينقط عليها ميه على غسلها،
فتقول تانية تروح شتماها وتقول لها تخلقي، وده اسلوب واخده بالك بيعكس احنا. طب ده اصبح منهج يعني ماشي عليه المصريين في الفتره دي. طبعا لانه زي ما بقول لحضرتك لا نتربى على الحقوق والواجبات، ان انا فرد في المجتمع في حدود لي. تمام. انا كنت في اليونان يعني عشت فتره، بيناموا الظهر من الساعه 2 للساعه 4، ده مقدس. مقدس عشان هم بيسهروا زينا كده وواخدين راحتهم يعني. لو جار دق مسمار من 2 ل 4، جاره التاني يجيب له البوليس فورا، البوليس يجي ويعمل له قضيه. واخده بالك؟ مسمار، لو دقيتي مسمار، لان دي حقوق الاخرين اتفق عليها المجتمع. احنا مفتقدين لهذا، ده محتاج ثقافه المواطنه تشيع في المجتمع، اولا من خلال التعليم ومن خلال تفعيل القانون اولا وقبل كل شيء. طب شايفه لو ابتدينا مثلا بحاجه زي التعليم هناخد سنين وسنين علشان نوصل لمستوى معين؟ المشكله هي ليست في مساله السنين، ليست يعني الا ثواني في عمر الشعوب، ولكن المشكله اننا لا نبدا. يعني المشكله ان احنا هناخد سنين يا ستي، ناخد 20 سنه عشان نتغير، ناخد 20 سنه عشان نتغير، ولكن احنا لا نبدا. هذه هي المشكله، عندما تسود فكره البقاء للاقوى. وما هو البلطجي، مش البلطجي بس اللي بيفتح مطوى على الناس، ولا انما البلطجي ده بيتجلى في اشكال كثيره جدا. يتجلى في اشكال كثيره جدا البلطجي. هو اللي بيكسر الاشاره ده ما بلطجي. اللي بيقف في طابور ويتخطى الناس اللي قبله ما ده بلطجي. يجري هو على الشباك عشان يدفع فاتوره ايه، ولا يعمل ايه، ولا ياخد ايه، ما ده بلطجي. دي فكره البلطجي فعلا. هو استحواذ على شيء ليس من حق، بارهاب الاخرين. بارهاب الاخرين بالظبط. ردود الفعل المختلفة التي جاءت على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجريم من يشكك في ثورة 25 يناير، مثلا أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، هنقول يعني هو بيتكلم، يعني بيقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم على 150 واحد ما لهمش علاقة بالثورة، بيتلقوا تمويل وخربوا وحرقوا وليس لهم علاقة بالثورة. إبراهيم عيسى قال ازاي تجرب اهانة 25 يناير، هي دي حرية؟ ده رأي ابراهيم عيسى. والاعلامي ثامر امين صفق لهذا القرار يوم الثلاث للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حديث الرئيس عن وجود قانون بتجريم اهانة ثورة 25 و30 يونيو، قائلا هي دي الارادة الواعية، هي دي القرارات اللي هتظبط الميلة، شكرا عبد الفتاح السيسي. ده رأي بعض الناس اللي سمعت القرار اللي هو تجريم من يشكك في ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. طب احنا معانا فيديو مجمع للإعلاميين قبل يعني قبل براءة مبارك وبعد براءة مبارك، حابين نسمعه. هي تريقة كده بس الفيديو عجبني، قلت اجيبه لحضراتكم يعني من نوع من انواع يعني الفاني شوية، نضحك شوية، نشوف الإعلاميين وتغيير الآراء بعد وقبل، قبل محاكمة مبارك وبعد محاكمة مبارك. أيها المواطنون، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. الله يخرب بيت حسني مبارك على يخرب بيت عهده. كنت فين لما الشهداء طول النهار بيتقتلوا؟ لما بيسألني القاضي ما مدى مسؤولية رئيس الجمهورية الأسبق عن الوفيات والإصابات التي حدثت في القاهرة؟ أنا قلت إيه؟ الجيم هو مسؤول عن كل ما يجري في البلاد، وبما فيها سقوط هؤلاء القتلى والمصابين. لكن شوف القتلى، انا بضم صوتي لصوت النيابه وممثل الدعاء اللي بيطالب باعدام. ارجو ان كل واحد يحط راسه مكان اسره شهيد. ما حدش ينفع حد يقول لك بس يلا، مفيش كلام ده خلاص، هنزل اعضكم من دايره التحرير مالك. حكمت المحكمه حضوريا ببراءته مما نسب اليه. انني ارفض ان يسجن مبارك. كل الرب
أن يحكم على مبارك أو أن مبارك ينزل أمام المحكمة. أولاً تحياتي ونقول مبروك لحضرتك. الله يخليك كبشك ياخد. أنا عايزك هيتحاسب عليك. سيادة الرئيس وأنا بكلم حضرتك النهاردة. سيادة الرئيس مش عايز يقتنع، مش عايز يخش الحقيقة دي جواه خالص، مش عايز يفكر فيها أبدا، إن المبارك لم يحمل مطلق الرصاص على المتظاهرين. كم واحد شهيد؟ 239 على فكرة، فقط. محدش عايز يقتنع بيها نهائيا، ليه يا جماعة؟ عايز يقتنع بيها. إذا واحد انتحر إزاي ياخد تعويض؟ هل ده يحسب إنه شهيد؟ يا جماعه انتوا مطلعين نقطه كده. قال لك عمرو اديب مش عارف قال ايه. طب مليون جنيه مني اهو لاي حد يطلع لي الكلمه دي انا قلتها. هنزل احضركم من دار التحرير مره. طيب يعني زي ما شفتوا حضراتكم تغيير الاراء بعد وقبل محاكمه مبارك، وزي ما شفنا الاعلاميين والكلام اختلف قبل وبعد. خلي حضرتك استاذه سلوى الحقيقه لا تعلق. مش حريه هو ده بيعكس يعني ربما الكلام اللي قلناه من شويه. القنوات دي معموله ليه؟ الاثاره هو اسلوب دائم صرف النظر عن الحقيقه وبصرف النظر عن الجانب الاخلاقي في ابراز هذه الحقيقه. تمام. عايزين بس نقول ان ليه يعني المكالمة من الرئيس السابق مبارك لأحمد موسى خصيصا، وليه صدى البلد كمان هي بس اللي ليها الأحقية إن هي تذيع محاكمات مبارك على الهواء مباشرة، لأن محمد أبو العينين هو صاحب قناة صدى البلد وهو من الحزب الوطني وصديق شخصي لمبارك، فأعتقد سياسة صدى البلد هتكون كلها موالية لمبارك. كمان يعني لسه ردود الأفعال مستمرة على براءة مبارك ونجليه وستة من معاونيه ووزير الداخلية، إن خد براءة في كل الاتهامات المنسوبة إليه، قتل المتظاهرين، وأثبتت المحكمة إن هو ليس له علاقة بقتل المتظاهرين، وتصدير الغاز أيضا خد يعني تصدير الغاز خد براءة علشان خلصت المدة أو انتهت المدة، والقاضي قال يا ريت يعني نغير في هذا القانون وتعديل في هذا القانون علشان القضيه دي لا يجب ان تسقط بالتقادم. طيب يعني شفنا برضو مع حضراتكم المره اللي فاتت ان يعني ابراهيم عيسى حلل لنا الموضوع وكلام المحكمه بطريقه قويه جدا، وقال هي دي يعني ده راي المحكمه في 100 تقريبا 160 الف صفحه الخاصه بالقضيه من اول ما اشتغلت لغايه دلوقتي، واني أخذوا مجموعة كبيرة جدا من الشهود سواء في الشرطة أو سواء من المتظاهرين العاديين، وأثبتوا أن الشهداء فقط المحسوبين على الدولة اللي هم ملهمش علاقة بالناس اللي ماتت أو البلطجية اللي ماتت قدام أقسام الشرطة 36 في كل ميادين مصر، شهيد مصري في مظاهرات 25 يناير من 25 يناير ل 31 يناير. ايضا براءة مبارك، وطبعا ردود الفعل برضو مختلفة جدا او صعبة قوي من اهالي الشهداء. اهالي الشهداء كانوا في حالات اغماء امام المحكمة حينما يعني كانوا بيسمعوا هذا الحكم، وهم مقتنعين ان من مسؤول في يعني المسؤول في هذا التوقيت عن قتل المتظاهرين هو مبارك وحبيب العدل. ده يرجعنا لسؤال مهم جدا، يعني موضوع يعني حبيب العدل ان هو خد براءة وان هو كان وزير داخلية، وان كانت اصبع الاتهام بتشاور على حبيب العدل ان هو من تسبب في حادث كنيسة القديسين. هذا الملف لم يفتح من فترة كبيرة، وان تقريبا ملف كنيسة القديسين تم اغلاقه بالكامل وما فيش اي اخبار عنه، لكن كانت اوجه واصابع الاتهام تشاور على حبيب العدل ان هو من ارتكب هذه المذبحة، واعتقد ان هو يعني لم يوجه له الاتهام. فمن فعل حادث كنيسة القديسين؟ سؤال هنفضل نسأله فترة طويلة جدا. من فعل حادث الوراق؟ حوادث كتيرة جدا ما بنسمعش عنها اي اخبار، يعني مبارك اتحاكم ومرسي بيتحاكم دلوقتي، لكن عايزين متهم نشاور عليه نقول له هو ده اللي عمل مذبحة القديسين، هو ده اللي عمل ماسبيرو،
عشان برضو ما فيش متهم رئيسي او اساسي في مذبحة ماسبيرو. هو ده اللي عمل الحادث الوراق، وده اللي قتل المريمات في حادث الوراق. لم نصل الى احد المتهمين في الفترة اللي فاتت. والرئاسة ردت بعد براءة مبارك ان الرئاسة لا تتدخل في شؤون القضاء نهائيا، وان هي ليس لها يعني الحق في التعليق على شؤون القضاء. وبناء عليه بعد البراءة ان تحالف المعزول دعا الى مليونية يوم الثلاثاء اللي فات اسمها مليونية الغضب، وقالوا انتظروا انفجار البركان وعد علينا يوم الثلاث بخير وسلام. هم بس حطوا قنبلة تحت كوبري غمرة يوم الثلاث بعد الظهر، ومن جمال الشعب المصري بيقف بيشوف القنبلة بتتفك ازاي. ايضا بالامس يوم الاربعاء قنبلة تحت كوبري الجلاء عملت ضجة كبيرة، ولكن ربنا ستر ما فيش اي اصابات. وبنسبة القنبلة بيقولك قبضوا على ثلاث قنابل، واحدة منهم هربت. طيب انا يعني عايز اسمع تعليق حضرتك عن براءة مبارك. والله شوف انا قبل كده يوم البراءة قلت في الصحافة انه يوم اسود في تاريخ مصر. تاريخ مصر المعاصر. لانه ودون التعرض للقضاء كانت هناك أدلة ثبوت، وهذا ما قاله النائب العام الذي سيعيد فتح النقد على الحكم لأدم طعم. كان هناك يعني مشاهد حدثت أمام الملايين على الفضائيات وفي التلفزيونات، وكان هناك عشرات من شهود العيان. يعني أنا كنت موجودة في التحرير يوم موقعة الجمل. نزلتي. طبعاً من يوم 25. من يوم 25 يناير وأنا بروح التحرير كل يوم طبعاً. ولكن أنا كنت موجودة يوم موقعة الجمل. ويعني هناك عشرات من الأسئلة، وأكبر مهزلة في هذا الحكم أن الحكم الأول كان بالإدانة، تمام، والحكم الجديد بالبراءة. يعني انتقال الحكم 180 درجة من إدانة إلى براءة هو يثير علامات استفهام كثيرة. هو يجعلنا نراجع مقولات كثيرة تتعلق بهذا الحكم. هل هو حكم سياسي أم هو حكم قضاء بحت؟ ولكن بلا شك أنه أحدث صدمة لملايين الناس في مصر، غير متوقع. أحدث صدمة، يعني أنا شخصيا كنت أتوقع أن يكون هناك حكم على مبارك ثم يتم العفو عنه، لأن مبارك سياسيا مات إكلينيكيا. نظام مبارك مات إكلينيكيا ولن يعود مهما كانت المحاولات. ولكن أن يحكم عليه بالبراءة وتسقط الحقوق السياسية للشعب المصري تجاه نظام مبارك، هذه مسألة كانت صادمة وكانت مؤلمة أيضا. وأنا أظن أنه كان حكم معادي وضد كرامة الشعب المصري والملايين التي خرجت إلى الميدان. طيب نجيب الفيديو الخاص بالمستشار محمود كامل الرشيدي، وهو بيقول يا جماعة يعني درسنا يعني أو 160 ألف صفحة، والقضية دي كانت يعني محكمة جنايات القاهرة منعقدة بأكاديمية الشرطة، ويعني قال كمان إلا بالله الحق العدل، وثبت الحضور المتواجدين في المحكمة اللي هم المتهمين، وقال إن هو يعني في قضايا سقطت بالتقادم. نسمع مع حضراتكم هذا الفيديو ونرجع مرة ثانية. بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاء الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته. بقيت كلمة أقولها وأنا أغادر المنصة من باب رد الفضل للوطن الذي تربيت فيه عن نفسي. رفعة بلادنا لن تكون
إلا ببعث مكارم الأخلاق وإتقان العمل الدؤوب والإعراض عن اللغو. إن كان مما قلته طوال الجلسة من نقص فنحن بشر، وإن كان في تمام فمن رب البشر. أستودع أرض الكنانة وشعبها عندما لا تضيع عنده الودائع ورفعت الجلسة. هناك من أيد الحكم زي ما حضرتك شايفة، وهناك من عارض هذا الحكم خاصة أهالي الشهداء. تفصيل المشهد. لا هي مش طبعا هيبقى في من يؤيد الحكم يعني. هل من أيد الحكم هو من لم يعترف بثورة 25 يناير؟ طبعا من أيد هذا الحكم هو المنتفعين من نظام مبارك باختصار شديد يعني. المنتفعين من نظام مبارك الذي جعل الفساد آلية حياة يومية في مصر. يعني خدي بالك من أيد هذا الحكم ممكن يبقى الراجل اللي بيوقفك بالعربية وعشان ياخد منك 5 جنيه ولا 3 جنيه ولا 2، ما ده فاسد. لأنه بياخد ما لا يجوز أن يحصل عليه ودون عمل. ما واحد فاسد، ما ده نظام مبارك. زي بالضبط الموظف اللي بيرتشي بياخد ما لا يحق له. زي مبارك نفسه وأولاده اللي خدوا فيلات وخدوا أشياء واللي خدوا عمولات، ما كل دول طبعا يؤيدوا الحكم يعني، ويتمنوا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. يعني المسألة مش محتاجة يعني بحث ولكن كل الذين تضرروا من نظام مبارك أيضا هم ضد هذا الحكم بالتأكيد. والذين تضرروا من نظام مبارك هم جموع الشعب المصري، جموع الشعب المصري كله يعني. كل إنسان شريف منتج لديه قدرة وطاقة على الإنتاج، كل إنسان مجد يريد أن يحيا حياة شريفة ولم يستطع ذلك وعانى بسبب ذلك هو ضد هذا الحكم. حتى لو ما كانش نزل التحرير، حتى لو ما كانش راح الميادين. احنا نكمل كلامنا عن التداعيات وتابعيات ما حدث بعد براءة مبارك، ولكن احنا معنا مداخلة. النهاردة الخميس حفل تأبين في كنيسة الأنبا أنطونيوس في الزقازيق للشهيد كيرلس فاضل. كيرلس فاضل طبعا غني عن التعريف، هو أحد شهداء كرم القواديس وجندي من جنودنا الأبطال اللي راحوا ضحية الإرهاب الغادر ضمن 31 شهيد في كرم القواديس. معنا أخوه شنودة في حفل التأبين. مساء الخير أستاذ شنودة. مساء النور. كلمني عن اليوم النهاردة ومين اللي يعني فكر في التأبين للشهيد كيرلس. هو اللي فكر في الموضوع كله صحابي، وهم اللي عملوا كل حاجة يعني. المحبة كبيرة جدا بينهم، كانوا سليم. اليوم كان شيء وحل تمام. احنا يعني احنا طبعا تعازينا لحضرتك، واحنا جينا قناة الطريق لحضراتكم وكان لنا لقاء مع الأسرة. تمام. طيب لو نقدر نتواصل مع والدة الشهيد كيرلس، لان هي كان لها في الايام اللي فاتت شكوى يعني انا سمعتها قبل كده. لو ينفع نكلمها او تقول لنا حضرتك. اتفضل. لو ينفع نتواصل او نكلم والدة الشهيد كيرلس، او كانت يعني والدة حضرتك ليها شكوى معينة في الفترة اللي فاتت انها يعني راحت لمحافظ الزقازيق علشان اسم الشهيد يتحط على احدى المدارس، ولكن تقريبا قبل الموضوع بالرفض. حصل مع المحافظ ان هو كان مش عمل المدرسه لحد دلوقتي. وراحوا عشان يقولوا له، قال لهم يعني مضى في ورقه كده وبعدين واتهم بماما وقالوا له سؤالهم يعني بتعملوا ليه كده، ده كان شهيد يعني. قال يعني لا ده علي صوتك شوية يا شنودة لو سمحت. وماري علي صوتك شوية. المحافظ لما راحوله عشان يتكلموا معاه على المدرسة، وكان في قرار نازل بتعيين حد من راحوله عشان المدرسة، هو أشهر كبيرة وقال هنشوف الموضوع على آخر الشهر. طيب في مدارس تانية في
دي تمكت، انا عارفه تقريبا 3 4 يعني شهداء في كرم القواديس من منطقه الزقازيق او من محافظه الزقازيق. في مدارس تانية تم كتابه اسامي الشهداء على احد المدارس هناك؟ في مدرسه تقريبا كفر الشيخ العملي، في مدرسه اتكتب عليها اسم شهيد. طيب انا بشكرك يا شنوده، و يوم يعني احنا زميلنا ممدوح هناك لو هنقدر نتواصل مع زميلنا مراسلنا في الشرقية او في الزقازيق دلوقتي في حفل التأبين اللي يقام على يعني اللي روح كيرولوس فاضل شهيد في كرم القواديس، وكانت الشكوى اللي من والدة شهيد كيرولوس فاضل بتقول ان هي لجأت المحافظ اكتر من مرة، محافظة الشرقية ومحافظة الشرقية، ان هي تكتب اسم الشهيد كيرولوس على احد المدارس، ولكن يعني قال لها جملة غريبة قوي لأن أنا سمعت والدة الشهيد وتتكلم، قال لها يعني خلاص أنت فاكرة إيه ده، هو مجرد مجند، مجرد مجند، هو مش عارف قيمة المجند اللي واقف على الحدود اللي خد الرصاصة في قلبه قبل ما توصل لنا أو قبل ما توصل للشعب المصري. ده عيب الناس اللي مش فاهمة قيمة الجيش المصري أو يعني مش فاهمه المواطنه ايضا. اتفضلي يا استاذه. مش فاهمه المواطنه طبعا، ما دي قضيه مواطنه يعني، هو مجند يعني بيقول لها ده مجرد مجند. هو هذا المحافظ يعني اللي انا ما اعرفوش اصلا دي نظره فوقيه وهو لا يعلم ان حضرته هو قاعد في مكتبه كان المجند ده بيدافع عننا وبيقدم دمه وبيقدم حياته. وأنا أقترح مش بس تكتب أسمائهم على مدارس، يجب أن يكون هناك نصب تذكاري في ميدان الزقازيق توضع أسماء الشهداء جميعا عليه، وهؤلاء الشباب وربما تكون لهم تماثيل أيضا حتى يظلوا في الذاكرة الوطنية. هؤلاء الناس هم بالفعل الجنود أو الدروع التي حمتنا وتحمينا بصرف النظر عن كونهم مجندين بالزبط. ام غير مجندين. بالظبط يعني فكره حلوه جدا، وهنتبناها كمركز المليون لحقوق الانسان. هنروح لغايه الزقازيق على فكره ونتكلم مع محافظ الشرقيه وهنقول له يعني هو كتب اسم احد الشهداء في المحافظه على احد المدارس، فمن حق كل الشهداء ومن حق الام كمان ان تشوف اسم ابنها لسه موجود. وكان ليها شكوى ثانيه برضو والده الشهيد كيرولوس بتقول ان هي كانت عايزه تشتغل يعني علشان هي عندها ولدين، كان كيرولوس الشهيد كيرولوس وشنوده، ربنا يخليه ليها يا رب، شنوده طالب في الجامعه وزوجها طبعا الاثنين شنوده وزوجها طول النهار مش في البيت وهي قاعده لوحدها، يعني الست تعبت نفسيا من القعده طول النهار لوحدها بين صور كيرولوس. يعني نكون قلوبنا رحيمه شويه بأهالي الشهداء، نفسها في اسم لابنها يكون متعلق على لافتة في أحد المدارس، أقل واجب نقدر نقدمه دلوقتي لأم الشهيد حاجة زي كده، ونفسها كمان تشتغل أي حاجة في المدرسة اللي موجود عليها اسم ابنها. طلبات بسيطة جدا، خاصة إن يعني أسماء المدارس مش لحد معين، يعني ممكن نغير في اسم المدرسة بكل سهولة، فرأفة بأم الشهيد تقول لها ماشي حاضر، يعني على الاقل يعني الشهيد يعني يكون ليه ذكرى كويسه بعد كده تظل موجوده معانا. احنا هننسى وكل الناس هتنسى كرم القواديس، لكن الامهات واهالي الشهداء هتعمل ايه؟ الام نفسها بس الاسم يتحط على اللافته بتاعه المدرسه، وده ابسط حق من حقها. احنا هنشوف تقرير لام الشهيد، ولكن بعد الفاصل هنكمل كلامنا على مبارك. اني تحالف المعزول دعت لمليونيه يوم الثلاث، واحنا قلنا ان مفيش اي حاجه حصلت يوم الثلاث، و6 ابريل بتدعو لمليونيه حق الشهيد يوم الجمعه اللي جايه. يوم الجمعه هنشوف برضو ايه اللي هيحصل، هل 6 ابريل هيكون في حشد قوي كده زي اللي حصل يوم 28 نوفمبر؟ هنشوف الشوارع فاضيه ان شاء الله كده زي ما حصل يوم 28 نوفمبر. عملتي ايه يوم 28 نوفمبر؟ ما عملتيش اي حاجه، كنت خايفه؟ عملت يعني اشياء تتعلق بالبيت يعني بشؤوني الخاصه يعني. لكن ما فيش كان قلق ولا فيش اي مشكله ولا كان في ولا كنت قلقانه اصلا ان الاخوان تمشي في الشوارع بكثافه والتهديدات المستمره من شوفي الاخوان فقدوا قوتهم
تمام. لأنه ليس لهم ظهير شعبي، ليس لهم تأييد شعبي. الإخوان ربما كان من حسن الحظ أنهم تولوا الحكم لمدة سنة، لأنه خلال هذه السنة رأى الشعب المصري منهم ما لم يره في تاريخ حياته وفي تاريخ الحديث. واكتشفنا كمان بقى أستاذة أن خلاص بقى اللي بيدعو ربنا احنا جربناه، اللي بيقول لك احنا خلاص بقى هنحكمكم بما يرضي الله، خلاص الشعب جربهم خلاص. لا شوفي، هو الشعب انا اتصور معظم الناس سقطت الأقنعة عن كثير من الخطابات السياسية، وخصوصا الخطاب السياسي الديني. يعني ما عادش ينفع جلبية وشبشب وسبحة وقال الله وقال الرسول أقول آمنت وصدقت بيك يعني. لا، أنا بشوف فعلك وبشوف ممارستك، وشفت أن أنت بتقول قال الله وقال الرسول، ولكنك أفعالك هي أبعد ما تكون عما يقول الله وعما يقول الرسول وأي رسول في الدنيا، مش رسول سيدنا محمد فقط. فالناس انفضت عنده. وأنا عندما أتحدث عن الناس أتحدث أيضا عن البسطاء، لأنه الناس اكتسبت وعي هائل. تمام. في الفترة الماضية اكتسبت وعي هائل، والناس الآن وإن لم تعرب عن هذا تود أن تكون أن يكون الدين، يكون كل ما يتعلق بالدين في الجامع أو في الكنيسة، إنما في الشارع إحنا مواطنين. أنا في الشارع لا يعنيني كوني مسيحية أم مسلمة، لا يعنيني أن هذا رجل وهذه امرأة، يعنيني أننا جميعا نمتثل للقانون، أننا جميعا نقوم بواجباتنا كمواطنين، هذا هو الأهم. أما الدين فهو في البيوت، هو في الجوامع، في الكنائس، وعلينا أن نعيد شعار الدين لله والوطن للجميع مرة أخرى، يا ريت، وهو شعار قديم ولكن ما زال صالحا للإسلام. طيب، بمناسبة بقى البراءات يعني اللي اتخذت خلال الفترة اللي فاتت، محامي العدلي حبيب العدلي بيطالب بإعادة فتح التحقيق لمعرفة مين المتهم الحقيقي، مين اللي قتل بقى المتظاهرين. حبيب العدلي نفسه دلوقتي بيقول لك لا، انا يعني انا خلاص انا طلعت براءة، فمين اللي قتل بقى المتظاهرين؟ المحامي بتاعه مين بقى يا استاذ اللي قتل المتظاهرين؟ العفاريت طبعا، هم اللي هم ورجعوا مش غير كده يعني. طيب، واليوم السابع كان منزل بعد البراءة مباشرة يعني العنوان بالبنت العريض بقى، يا جماعة جمال مبارك ينافس على انتخابات الرئاسة 2018، هل ده يعقل اني جمال مبارك نشوفه في المشهد السياسي مرة تانية في عام 2018 في الانتخابات الرئاسية؟ يعني تصريحات كتيرة الفترة اللي فاتت اكدت ان عائلة الرئيس السابق مبارك ان لن تشارك نهائيا في الحياة السياسية. طيب، وفي دعوات بقى ايه يعني، في احد الشيوخ محمد البصيري داعية سلفي بيقول ان المصريين جميعا علموا من هم قتلة الشهداء الحقيقيون، وان احنا رايناهم باعيننا وسمعناهم باذاننا، وان هم جماعه الاخوان المسلمين اللي قتل المتظاهرين في التحرير، وبراءه قضيه القرن تعصف باحلام المصريين عن استرداد 750 مليون فرنك في بنوك سويسرا، خلاص الفلوس اللي بره مصر مش راجعه. واحمد عز برضو يعني رجل الاعمال هو ملك الحديد يطلب باسترداد 45 مليون جنيه، ما خلاص بقى الراجل طلع براءة فيقول لك انا عايز الفلوس اللي خدتها مني الدولة او 45 مليون جنيه من الدولة. طيب، وفي طلبات لدول الاتحاد الاوروبي وسويسرا بشأن استمرار تجميد اموال الرئيس السابق حسني مبارك والرموز الفساد، دي حاجات يعني بيطالب بيها اللي خدوا براءة، وطبعا عشان خدوا براءة فهيقول لك لا انا عايز اعرف مين قتل المتظاهرين، هل الفلوس اللي بره في سويسرا وبنوك سويسرا هترجع ولا لا؟ وخلوني اكمل كلامي مع استاذه سلوى بكر، وعايزين بقى نرجع للادب شويه. طيب، روايتك البشموري كنت تحكي عن واقع مصري في عصر الخليفه المامون، كيف تري هذه الفتره؟ لا، هو انا مش انا اللي بشوفها. يعني التاريخ شافها وقدم لنا يعني
يعني مدونات تاريخية تتعلق بها. تمام. قدم أدلة على تناقضات اجتماعية جرت خلال هذه الفترة، وهي ثورة البشموريين يعني امتدت على مدى 200 سنة تقريبا. إنها بدأت في عصر الولاة بعد الفتح العربي لمصر، وظلت طوال الدولة الأموية الولاة الأمويين على مصر، وبلغت ذروتها في زمن العصر العباسي الأول، وانتهت بأن جاء الخليفة المأمون بجيش قوامه 40,000 جندي بقمعها في مصر. أهم ما يميز ثورة البشموريين هو أن الأقباط المصريين المسيحيين صاروا ضد ضريبة الأرض الزراعية التي هي الخراج، وانضمت إليهم القبائل العربية المسلمة التي استوطنت مصر، لأنه أصبح الخراج يطبق عليها هي أيضا. طبعا الضرائب الزراعية كانت تعسر الفلاحين، لم يعد أمامهم وسيلة لدفعها، لأن غلة الأرض لا تكفي لدفع هذه الضرائب. بعضهم باع زوجاته وباع أولاده وكانوا يهربون عشان يقدر طبعا باعوها في سوق النخاسة، باعوا أولادهم في سوق النخاسة، وانتهى الأمر بهذه الثورة. والطريف أيضا أن الكنيسة القبطية انضم إلى الحكم الإسلامي في مواجهة الفلاحين الفقراء والقبائل العربية الفقيرة التي اشتغلت بالزراعة في مصر واستوطنت مصر، وأصبحت المسألة هي ثورة اجتماعية بالمعنى الحقيقي، حيث المسلمين والأقباط سويا ثاروا ضد الحكم المتعسف اللي هي الفلوس اللي بتفرض على الأراضي الزراعية. بالضبط. وطبعا عشان برضو نبقى واضحين، الكنيسة قامت بهذا الموقف لأن الكنيسة كانت مؤسسة غنية جدا، ولديها معامل للنسيج وللزجاج وأراضي زراعية كثيرة، فكان الحكم العربي الإسلامي يهدد الكنيسة دائما بنزع ممتلكاتها وإعطائها للكنيسة الملكانية الكنيسة الغربية، فكانت تخشى على هذه الممتلكات، وكانت تؤيد الحكم الإسلامي لهذا السبب. فإذن ثورة البشمورين هي ثورة فعلا بالغة الأهمية، لأنه مصر قبل أن تقمع هذه الثورة لم تكن دولة عربية إسلامية، بل كانت دولة يحكمها عرب مسلمون. ولكن بعد هذه الثورة وقمعها، وخصوصا أن الخليفة المأمون أسر من بقوا من الثوار وأخذهم إلى بغداد، وهناك كنيسة قبطية في بغداد تعود إلى ذاك الزمان، إلى القرن التاسع الميلادي، وهي كنيسة لهؤلاء البشموريين الذين تم أسرهم من مصر. تمام. احنا خارجين فاصل ومش هنتأخر على حضراتكم، ومكملين مع أستاذة سلوى بقص بعد. عمال شريط العمر يتعد من جديد قدام عيني، في حاجات يا دوب فاكرها، وفي حاجات محفورة فيا، وفي حاجات رابطة ما بين عمري اللي عدى واللي آتي، في ما بين الذكريات ورق حرق أنا بإيدي، وفي ورق مرمي وقديم، بس الورق ده صورة ليا، وكل ورقة منه فوق سطورها في حكاية في حياتي، في حكايات فيها الفصول غرقانة منه
طويلة فيها أمان وفيها خوف. أنا كل عمري في حكايات ودي حكاية حياتي. حضراتكم مرة تانية ومكملين كلامنا مع أستاذة سلوى بكروي. عايزين نعرف بقى يعني الخليفة المأمون في شارع مميز في مصر باسم الخليفة المأمون، هل كان يستحق الخليفة المأمون بوضع اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في مصر؟ وفي شارع مميز في الزيتون اسمه شارع سليم الأول. وفي شارع في الدق اسمه شارع قرة ابن شريك. وهو كان من أسوأ الولاة على مصر. عمل في مصر جرائم. وفي يعني هذه ملحوظة أولية، إنه كثير من الطغاة والمحتلين والذين استبدوا ونكلوا بالمصريين، هناك شوارع ومناطق حتى بأسمائهم. الموضوع هو بالنسبة لخليفة المأمون، ربما ووفقا لرواية التاريخ الموضوع به وجهة نظر. عندما جاء الخليفة المأمون إلى مصر، وهذا كلام المقريزي، على رأس جيش قوامه 40,000 جندي لقمع ثورة البشموريين والخوارج أيضا والقبائل العربية أيضا، اكتشف الحقيقة التي لم يقولها له الوالي الذي نصبه حاكما لمصر. اكتشف أنه عصر الفلاحين بالضرائب، اعتصرهم بالضرائب، اكتشف أنهم لا يستطيعون دفع الضرائب، اكتشف أن الوالي هو المسؤول الأول عن هذا الأمر. بدأ الخليفة المأمون أول عندما جاء، أولا جاء مع بطرق كنيسة أنطاكيا لكي يقنع الفلاحين الأقباط بالكف عن الثورة، وطلب منهم أكثر من مرة أن يضعوا السلاح، طبعا لم يفعلوا. وكانت النتيجة أنه حاربهم وأسرهم وحرق أراضيهم، حرقها لأن أراضيهم كانت تسمى الأراضي الموحلة التي لا تستطيع الجيوش النظامية أن تقتحمها. وهذا ما جعل الثورة تستمر على مدى 200 سنة. ولكن عاقب أيضا الوالي بأن جعله يخلع السواد الذي هو شعار الدولة العباسية، الزي الأسود، ويرتدي البياض من باب التحقير له. ولكن كل هذا الأمر لا يجعلنا نطلق اسم شارع على باسم الخليفة المأمون، ونرفض أن نطلق اسم كيرولوس على مدرسة في الشرقية. يعني هذه تناقضات ليس مسؤولا عنها الخليفة المأمون، ولكن المسؤول عنها كيفية التفكير والثقافة السائدة وعدم الشعور القومي لدى كثير من المسؤولين فعلا، والذين لا يعتدون بشهدائهم وبأبطالهم والذين يدافعون عنهم فعلا. احنا كان معنا فيديو عن حمدين صباحي وهو بيعترض على حكم البراءة الخاص بمبارك. من حقك تعترض، ولكن من يعني ليس من حقك تهييج الشعب يعني والقيام بثورة تانية إذا لم ينحاز السيسي للشعب المصري. لو جاهز معانا الفيديو ممكن نعرضه على حضراتكم. قول هو مع مين في هذه اللحظه الفارقه؟ هو مع الشعب والثوره واهدافها، ولا مع اللي مالين الاعلام تبشير بعوده مبارك ونظامه واستهانه بالثوره وبشهدائها وبالشعب المصري؟ على الرئيس ان يقول اين يقف مع مين بينحاز، ايه رؤيته؟ اذا وقف الرئيس
مع الشعب المصري واهداف 25-30 اللي هي اساس مشروعيته، سنعينه على ان يتقدم بشرط ان يلتزم برؤية تعبر. اذا لم يقف الرئيس مع الشعب المصري ولم يقف مع الثورة واهدافها ولم يقف مع نصوص الدستور، فسوف يكون لنا الموقف الذي عشناه طوال عمرنا، سنكون مع الشعب ضد كل سلطة لا تحترم إرادة الشعب ولن نقف. طيب هو في آخر الفيديو على فكرة كان بيهتف يسكت يسكت حسني مبارك، مش عارفه بيهتف كده ازاي، هو خلاص حسني مبارك سقط وعهده خلاص فات واتحاكم وخد براءه وخلاص مش هنشوفه في المشهد السياسي مره ثانيه، ولكن خروج حمدان صباحي عن السياق المألوف ويعني ان هو لو ملوش دور فيها الفتره الحاليه ممكن يفضل ان هو يصمت، وتجربه كبيره الفتره اللي فاتت عاشها حمدان صباحي في خوض الانتخابات الرئاسيه وكنا بنحييه عليها على هذه التجربة ودخوله في منافسة شريفة مع رئيس عبد الفتاح السيسي وكنا بنحترمه جدا وليه تاريخ سياسي طويل، ولكن مثل هذه الأفعال والأقاويل ويسقط يسقط حسني مبارك دلوقتي ولم ينحاز، إذا لم ينحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الشعب، لا هو الراجل انحاز ووقف جنب الشعب وعمل أصلا اللي هو الشعب اللي كان عاد. أسمع تعليق حضرتك. لا انا الحقيقه شايفه حضرتك قاسيه شويه على حمدي. تمام اتفضلي. بمعنى انه حصلت ردود افعال انفعاليه، يعني خلينا نقول حمدين في جزء من كلامه انفعالي. يعني انا ولكن السياسي دايما يا استاذه يعني بتكون خارجه الكلمه منه بحساب، معلش، واحيانا بتبقى الكلمه برضو يعني ومش وحش العواطف، احنا بنحب السيسي عشان العواطف الجرعات العاطفيه اللي بيديها لنا يعني زياده شويه. لما طلع قال لنا يعني عشان خاطري ها اخرجوا نزلنا ملايين طبعا يعني ودي حاجه، ولكن احنا نزلنا بالملايين عشان خاطره ولا عشان خاطر مصلحه الاثنين برضو يعني، لانه قال لنا ده بطريقه حلوه وطريقه حنينه انجاز التعبير، وعلى فكره ودي طريقه يتميز بيها المصريين، يعني المصريين تكلميهم يعني بالبلدي كده يقول لك ايه اديني ريق حلو، اديني ريق حلو جميله جدا يعني. يعني بمعنى ايه، انه انا شايفه انه حمدين يعني عبر بشكل انفعالي وكان غاضب فعلا وكلنا كنا غضبانين، ولكن سياسيا وكما تقولي الناس مش هتنزل عشان حكم على مبارك، لا الناس هتنزل عشان مطالب اكتر من كده، هننزل عشان عايزين نحقق مطالب الثوره، ثوره يناير ونجزرها، عايزين وقفه اكثر حزما وحسما مع جماعات الاسلام السياسي التي باتت تهدد امننا، ويعني ليس من المعقول ولا المقبول انه كل يوم والتاني قنبله هنا وقنبله في المترو، ومش معقول ان كل يوم والتاني بيموت ضابط شرطه وبيموت مجند وبيموت عسكري وبيموت ناس مدنيين. هو ده اللي ممكن يخلي الناس لو هتنزل هتفكر تنزل، انما وكما قلت لك مبارك ميت كلينيكيا، رغم ان هذا الحكم هو مهين لملايين الشعب المصري، مهين بالفعل ويفجر غضبا هائلا، ولكن ليس الغضب الذي يدفع الناس الى للنزول الى الشوارع، هناك ما هو اكبر واعمق ربما يدفع الناس الى النزول للشوارع. طيب في تشابه بقى، نرجع للبشموري علشان يعني قصه مليئه بالاحداث وبالمعلومات كمان القيمه اللي حضرتك قلت لنا، يعني عده معلومات دلوقتي عرفنا بقى دور الاقباط كان ليهم دور قوي جدا في هذه الثوره، ووقوف الكنيسة ووقوف المسلمين كان فيه وحدة وتلاحم حضرتك أظهرتيها في هذه الرواية. طيب في تشابه بين بطل رواية البشموري وصديقه وبين شخصيات موجودة في الوقت الحالي؟ في مصر عايز أقول لحضرتك هو الشعب المصري ما تغيرش، يعني المصريين فضلوا منذ آلاف السنين، وده يعني هذا الأمر هو الذي يجعل مصر فريدة. احنا كنا شعب منذ آلاف السنين
اللي كان بيحصل ايه؟ انه تيجي المسيحية فشوية يبقوا مسيحيين وشوية مبقوش مسيحيين وضلوا وثنيين واخدة بالك ها؟ وبعد شوية طب يبقوا كلهم مسيحيين بس يفضل شوية برضو ايه في كنيسة وشوية في كنيسة تانية ها؟ يبقى في يبقى في عندنا الكنيسة القبطية ويبقى في عندنا الكنيسة الكاثوليكية مثلا ها؟ وبعدين يجي الإسلام فشوية يفضلوا مسيحيين وشوية يبقوا مسلمين مين أكتر ومين أقل تمام مش هو ده الموضوع الموضوع هو إيه إنه السمات الحضارية والثقافية للمصريين هي واحدة يعني كلنا كده لو خرجنا ومشينا في الشارع الناس في الشارع هيعرفوا مين مسلم ومين لا مسيحي لا طبعا إطلاقا ليه لأنه ناكل ملوخيه كلنا زي بعضنا طبعا حتى اعيادنا واحتفالاتنا تكتب حتى الطباع حتى الطباعه طبعنا قيمنا مفاهيمنا ثقافتنا فده هنا بقى التشابه التشابه انت في لما كنت بتنزلي ميدان التحرير كنت تعرفي مين مسيحي ومين مسلم لا طبعا في مسبيره كنا عارفين مين مسيحي ومين مسلم لو اللي حاطط صليب هنعرف انه مسيحي واخده بالك اللي لا المحجبه هنعرف انها مسلمه أكيد. انما ما عدا وهو ده اللي حب يعمله الاسلام السياسي تمام يعني انت حضرتك لو كنت تشوفي مثلا في الخمسينيات او الستينيات كل الستات شكل واحد لا واحده حاطه حجاب ولا ولابسين زي بعض ها يعني حتى انت لو تروحي بلدان اخرى الطوائف الدينيه احيانا بيبقى لها لبس مميز ولها عادات مش طائفة الدينية المسيحية فقط حتى الإسلامية يعني روحي سوريا تلاقي الدروز بيلبسوا يوم لبس تعرفي على طول دول دروز تروحي عند الأشوريين تعرفي ان دول أشوريين لكن احنا هنا في مصر شبه بعض في كل شيء في يعني عندنا نسيج ثقافي وده كلام مش إنشائي ولذلك أنا بكره عبارة وحدة الهلال والصليب او عنصري الام او عنصري الام او الصوره الشهيره اللي يجيبوا البابا ماسك يقبل الشيخ الازهر او الشيخ الازهر أيوة بيحضنه فعلا وكانه في حاجتين ها عكس بعض واحنا بنحاول بالعافيه نحطهم على بعض لا هو الحقيقه الموضوع يعني انا يمكن كمان من جيل كبير يمكن عشت تفاصيل حضرتك مثلا او الاجيال الجديده ما عشناهاش انا من الزيتون بالمناسبه يعني طبعا اجدع كنا مثلا ايه بيجي مثلا حد الزعف حد الزعف الزيتون كنا بنعمل الزعف ونحتفل يعني واخده بالك لما ظهرت العذراء في الزيتون كل بركة. الناس كانت بتروح مسلمين ومسيحيين فعايزه اقول لك انه التشابهات هي مش الان وفي الماضي انما هي عبر التاريخ كله يعني انا عندي يقين كامل وده مش كلام بقوله من عاطفي ولكن هو في الواقع ها مصر هي نسيج تمام ثقافي وحضاري قديم جدا ويصعب ان يتمزق او ينهار استاذ سلوى احنا معانا مداخله مساء الخير استاذه بهيجه حسين الكاتبه والصحفيه مساء الخير اهلا مساء الخير اهلا منورانا معانا النهارده استاذه سلوى بكر ضيفه معانا في الاستوديو اهلا بيك ومساء الخير ازيكم اهلا ازيك يا بهيجه ازيك يا جميل اهلا بيك اهلا بيك استاذه بهيجه الله يخليك استاذه بهيجه عايز اعرف حضرتك وتعليق حضرتك عن محاكمه مبارك انا عارفه يعني الموضوع بعيد شويه عن الادب ولكن عايزين نسمع وجهه نظر حضرتك في الحكم بالبراءه على مبارك يعني أنا عايزة أقول حاجة بسيطة لن يهنأ مبارك ولا رجالته بحكم البراءة ليكن هذه أحكام الورق وأحكام القوانين ولكن حكم الشعب في 25 يناير أدان مبارك ليس حكم الشعب في هذا التاريخ فحسب من قبله بسنوات نفي مبارك أن عمال المحلة الكبرى في 2008 أسقطوا صورته وداسوها بالأقدام لما فعله في هذا البلد فالحقيقة يعني إذا كان هو رايق وتعامل معنا ببلادة حس
واستهتار طول 30 سنة، فممكن يبقى سعيد قوي دلوقتي، لكنه التاريخ والشعب المصري ولن يذكره بأي خير. ده أكرم لم يجرم حاكم في مصر في حق الشعب المصري قد الراجل ده وزبانيته، مش رجالته، زبانيته اللي خصخصوا المصانع واللي باعوها. الحباك اللي باع المراجل البخارية كان من رجالة مين؟ وباع حب معرفة مين؟ الكوك الكركات اللي كانت المفروض بتطهر النيل وبتعمل الترع، في ايه؟ في ايه؟ ده راجل مجرم، مجرم بحكم الشعب. دي اولا. نيجي بقى للمحاكمة. اولا القانون اللي كان بيتحاكم بيه على فيلتين ثلاثة، وهو كان ناهب البلد كلها ومدمر البلد كلها. القاضي نفسه هو بتغير القانون، اسم هو مدان، مدان لولا الإجراء، بحكم القانون هو مدان. خلاص؟ نيجي لحاجة تانية في نهاية كلام القاضي، لما يقول المستشار الجليل الرشيدي، لما يقول وقد فسق فرع منه، بتكلم عن رجال مبارك وأراد توريث ابنه. إذا ده مش حكم قاضي، هو ما فيش عقوبة إنه كان ناوي يورثنا ابنه، فيش عقوبة في القانون. فالقاضي ما قدرش يحكم عليه بالعقوبة. فسق فرع من رجال، طب هو المسؤول عنهم. مبارك أخذ براءة على الورق، براءة ورقية لا تساوي في حكم التاريخ براءة. في حكم الشعب ليست براءة. لا هو ولا رجالته اللي أهانوا الشعب المصري وعذبوه، واللي موت شبابنا في أقضية الأقسام والزنازين، اللي دمر التعليم، اللي دمر الصحة، اللي خلينا نتسول كرامتنا. فيعني الحقيقة لم يهنأ بها. هو ما بيحسش، هو أساسا لم يعبأ ومتصور إنه الخمسة ستة اللي بيطلعوا يهللوا له ويقولوا له أسفين يا ريس هم دول الشعب المصري، لأن هو عمره ما شاف الشعب المصري. لا هو ولا ابنه ولا مراته ولا رجالته عمرهم شافوا الشعب المصري، ولا حسوا بيه ولا أدركوا قيمة الشعب ده ولا كرامته ولا عظمته. هم مش مننا. أقول إيه؟ لا تعليق على أحكام القضاء، لكن القضاء نفسه اللي اداله براءة هو اللي قال إنه بسقوط المدة على الرشوة، وهو اللي قال إن رجاله فسق فرع منها، والفرع لا يفسق إلا إذا كان الجذر فاسق. طيب أستاذة بهيجة، القرار اللي اتخذه رئيس الجمهورية بالأمس وهو عدم التجريح في ثورة 25 يناير، إيه رأي حضرتك فيه؟ الحقيقة يعني هو مين اللي بيجرح في ثورة 25 يناير؟ يعني افرز ليهم. في بعض الناس، في بعض الناس يعني حطي لي الأسماء. مش رجالة مبارك اللي أنشأوا القنوات وأنشأوا الفضائيات ومتصورين إنهم راجعين؟ يا ممكن بعد ده كله هم يكونوا معتقدين إن هم راجعين؟ بيعطلوا استلام الدولة للمصانع والشركات الكبرى اللي رجعت للبلد بحكم محكمة بعد ما اتباعت بالبخس. هم مين؟ مين؟ يعني تقولي لي اسم ممكن اعتد بيه او ليه مصداقية. الست ده انا يعني ايه، الواحد مش عايز يتكلم، بيقولك ايه النبي تقلبولنا على القناة الفلانية خلينا نضحك شوية، والنبي تجيبه فلان ده بيفطسني من الضحك. بس في ناس فقدة للإحساس وعندها إنكار للحقيقة، محتاجة دكاترة نفسيين والله. أستاذة بهيجة، يا إما مرضى عندهم أمراض يعني نفسية محتاجين يتعالجوا منها، محتاجين أو يعني دول أصحاب مصالح كبرى
الحقيقه يعني مش هتبص لهم بقى في لقمتهم الكبيره. بس وحته الترط وحته اللحمه اللي بتتوزع من جسم البلد يعني. بشكرك استاذه بهيجة على وجودك معانا النهارده، شكرا لحضرتك استاذه بهيجة. شكرا، تحياتي ليكي وتحياتي للبرنامج وتحياتي للزميله العزيزه والصديقه والاخت. شكرا استاذه سلوى. ميرسي لحضرتك استاذه بهيجة. ده رايك يا استاذه بهيجة؟ يعني اعتقد شبه يعني شبه بالظبط يعني اكيد يعني هي مدرسه واحده صح؟ طبعا متفقين عليه طبعا. اكيد اكيد. طيب في بعض الدعوات من بعض القيادات الاخوانيه بالخروج على مبارك وفتوى بقتل مبارك، احنا يعني اكيد ده طبعا يعني جماعات تنتمي يعني او مجموعات من جماعات الاخوان المسلمين بيبيحوا دم مبارك نتيجه ان هو خد حكم البراءه. طيب دول المثقفين هو عنده دم يعني لسه يعني هيلاقوا يعني. طيب بعض المثقفين دلوقتي فين دورهم؟ يعني فين دور المثقفين والادباء في الاحداث اللي احنا بنعيشها؟ شوفي المثقفين كانوا موجودين في الاحداث طول ثوره يناير، مجموعه كبيره كانت بتنزل 25 و30 كل الناس بكل تلاوينهم يعني عشان نبقى بس يعني نقول الحقيقه. في 25 في 30 يونيو المثقفين لعبوا دور مهم جدا في اسقاط وزير الثقافه الاخواني. وانت تذكري هذا. فعلا. ولكن انا عايزه اقول المثقفين لما كانوا بينزلوا الميادين كانوا بينزلوا بصفاتهم مواطنين. وليس طبعا وليس مواطن مش فئه ثانيه خالص. لانه هو المثقف ما هو دوره في المجتمع؟ دوره الاساسي هو انتاج افكار تعين المجتمع على التقدم وعلى النمو وعلى النهضه. ده دوره. انا دوري اقول فكره للمجتمع، ده دوري الاساسي. ولكن عندما اخرج في مظاهره فانا مواطنه. انا مواطنه مثل ام محمد وام احمد وام كيرلس وام اي حد تاني، واخده بالك؟ فعايزه اقول انه المثقف موجود، ولكن المشكله ليست في المثقف، المشكله ان المثقف الحقيقي مستبعد دوما من موقع اتخاذ القرار. يعني هذه فعلا مسألة، لأنه يعلم صاحب المصلحة والذي بيده السلطات أن المثقف خطر عليه. طيب يعني كتير من النشطاء في الفترة اللي فاتت بيقولوا يعني في نظرية المؤامرة وفي مؤامرة على مصر، والبعض بياخد الموضوع ده حجة. ايه رأي حضرتك؟ طبعا هو في مؤامرة. بمعنى ايه المؤامرة؟ المؤامرة هنا بمعنى ان مصر ما زال يعني تحت الفوكس لأسباب تاريخية كثيرة جدا، ومصر هي موضوع دولي بامتياز، ومصر بسبب موقعها وتاريخها واشياء كثيره جدا هي يجب ان تكون في ايدي وممسوكه بخيوط اجنبيه. مصر يعلم الجميع انها نصف العالم العربي كما وكيف، ان المواجه الحقيقي للعدو الصهيوني والاسرائيلي هي مصر. كل هذه الاعتبارات تجعل أن هناك بالفعل يعني وجاهة لنظرية المؤامرة، حتى إذا لم نكن نعرف تفاصيل هذه المؤامرة، ولكن في وجاهة لنظرية المؤامرة. ويعني من دعم جماعات الإخوان المسلمين على مدى عقود، أليس هذا سؤال؟ أكيد. من يدعم بعض ولا أريد أن أتكلم بالإطلاق على ما تسمى جمعيات المجتمع المدني وبعض الجمعيات تلعب أدوار، من يقف وراء هذا؟ يمكن أن نفسر جزء من المؤامرة، بعض هذه الأدوار بنظرية المؤامرة. يعني مش عايز أقول كل أكيد، لأنه إحنا في مصر إحنا
من أوائل الدول في العالم اللي كان عندنا مجتمع مدني، وعملنا الجمعيات من أواسط القرن الـ19 وبجهود ذاتية، جامعة القاهرة بجهود ذاتية، مستشفى الدمرداش جهود ذاتية، لا كنا بنجيب تمويل ولا بناخد فلوس من بره ولا مستشفى عشرات المشروعات تمت بأموال مصرية وجهود مصرية وطاقات مصرية. وهو ده المجتمع المدني الحقيقي. طيب احنا معنا تليفون مراسلنا ممدوح من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق وحفل حفل التأبين الخاص بكيرلس فاضل شهيد كرم القواديس ضمن 31 شهيد في كرم القواديس. مساء الخير ممدوح. أهلاً بيك، بمسي عليكي وعلى ضيوف الكرام. احنا النهاردة موجودين في حفل تكريم وانا بسميها حفل عرس الشهيد كيرلس فاضل. انا بقى ما اوصف، انا مش اوصف زي عدس الكاميرتنا قرار الطريق، قرار الطريق القرار الوحيدة اللي ربط الاحداث دوت. احنا موجودين في اجواء احتفالية هائلة جدا بوجود اباء الكهنة الكنيسة والكنائس المجاورة، والاحتفال النهاردة كان واقفة بالشموع وكانت فيها اسم كيرلس، كتبوا اسم كيرلس بالشموع، وكانت الشباب اصدقاء واصدقاء الشهيد كيرلس كانوا يرددون تيشيرت في صورة كيرلس بالاسم العسكري. طبعا للاسف ما حضرش حد من المحافظ او حد من المسؤولين موجود معانا النهارده. مفيش مسؤولين؟ ده كان شيء غريب جدا. زائد ان مام كيرلس والوالد كيرلس كانوا معترضين على موقف المحافظ المخيب للامال معاهم، لان هو رفض انه حتى يقدم شغله او شغلانه لوالد كيرلس. واهم شيء كيرلس بكلام ما ينفعش محافظ زي محافظ الشرقيه يقولوا انه كان مجرد جندي، لو كان ضابط كنت عملته ايه؟ كانت اهانه كبيره قوي لينا كلنا والجيش المصري، لان الجندي المصري هو من اول قائد الجيش المصري لغايه الجندي المصري هو رجل مصري، رجل جيش مصري. طبعا النهارده موجودين معاهم بنحتفل بيهم، وفعلا دي مش احتفاليه او تكريم، ده كرنفال بجد. انا سعيد جدا ان انا موجود هنا النهارده في وسط اهل الشهيد كيرلس الموجودين اللي بزغرته ودموع دموع غزيره جدا. انا ما اوصف برضه زي ما قلت لحضرتك، مش هعرف اوصف السعاده اللي انا فيها بوجودي في المكان ده النهارده. اباء كان عامل احتفاليه جميله جدا جدا جدا، طبيب باسم الشهيد كيرلس فاضل، وطبيب باسم الجيش العظيم الجيش المصري اللي جندي فيه زي الضابط زي المشير زي رئيس الجمهوريه، مش مجرد جندي زي ما سمعت من اصدقاء ومن اهالي كيرلس النهارده. انا بشكرك ممدوح، انا بشكرك علشان ان انت رحت الزقازيق، انا بشكرك على وجودك في الزقازيق يا ممدوح. عايزين نقابل حد من اهالي الشهداء من اللي موجودين في الاحتفاليه قناه الطريق بتبقى موجوده في كل الاحتفاليات وكل ما يخص شهدائنا، شهداء الجيش المصري وشهداء الاقباط. احنا القناه الوحيده النهارده اللي غطينا الحدث الجميل وحفل تكريم كيرلس. هو احنا نقدر نتقابل مع حد من اهالي الشهداء يا ممدوح؟ نعم، نقدر نكلم حد من اهالي الشهداء؟ لا حاليا صعب جدا، لان انا عايز اقول لحضرتك الكنيسه كبيره جدا ومليانه جدا مزدحمه على اخرها، وصعب ان انا اوصل لحد دلوقتي خالص. لان بعد الاحتفاليه والاحتفاليه هتنتهي على 9:30. طيب انا بشكرك وهنتابع معاك الموقف لو في احد من اهالي الشهداء يستطيع ان يتحدث الينا ويكلمنا عن الاحتفاليه وبلغ تعازينا لكل اسره كيرلس. اولا تعازينا لينا احنا الاول مع اسره الشهيد، لان احنا من اهالي الشهداء، احنا نعتبر اهالي الشهداء، مش عشان كيرلس مسيحي، لا، احنا 31 جندي من جنود الجيش المصري، ولادنا واخواتنا كلهم، ولادنا واخواتنا. اتفضل يا ممدوح. انا النهارده فرح ابني، لان فعلا صوره الشهيد كيرلس محطوطه في قلب مكان كوشه عريق. كل ده انا بوعد الساده المشاهدين قناه الطريق هيشوفوه، الشهيد كيرلس صورته موجوده في كوشه عريق. طبعا
احتفاليه فعلا جميله، وانا احاول ان انا اجيب حد من اهالي شهيد كورولو ويمنع حضرتك مداخله. يا ريت يا ريت، هنتظر يا ممدوح. حاضر يا فندم. بشكرك يا ممدوح، و صلاة الأربعين على الشهيد كورولوس يوم السبت القادم بعد بكرة إن شاء الله الساعة 8 الصبح في كنيسة الأنبا أنطونيوس في الزقازيق. اللي حابب يروح يشارك يعني أهالينا وإخواتنا في الزقازيق، واحتفالية وكرنفال وتأبين للشهيد كورولوس فاضل، أحد جنود الجيش المصري وأحد الشهداء اللي 31 من ضمن 31 شهيد في كرم القواديس، 31 بطل من أبطال الجيش المصري. وأعتقد أن احنا يكون لنا إجراءات قانونية في الفترة اللي جاية ضد من لا يريد وضع اسم الشهيد كورولوس على أحد اللافتات. هناخد إجراءات قانونية ضد هذا الإجراء وضد الاستهان بأن أحد جندي، يعني يعني هو لو ملازم أو كان الوضع اختلف ولا إيه، يعني عشان عسكري صعب أو يعني ما تفرحيش أقول لها يعني ده مجرد جندي. الكلام يجرح والكلام يوجع، ما يحسش بيه غير الام اللي فقدت ابنها، يعني كلام صعب قوي. اتفضل. انا بقترح ان انت لو هتعملوا قضيه تبقى قضيه يعني تحت مسمى اهانه الجيش المصري. بالظبط، لان اهانه اي جندي مصري هي اهانه للجيش المصري وللشعب، وما بالك اذا كان هذا الجندي شهيد. فالقضيه لازم تبقى كده يعني الحقيقه يعني، ويعني التعامل مع الناس، يعني انا مش بناقش حتى الموضوع بالمستوى الانساني، كرامه الدوله المصريه وكرامه الجيش المصري يجب ان توضع في دعوه هذه. طيب احنا نحاول نكمل كلامنا او نحاول نتواصل مع ممدوح، يعني نكلم احد من اهالي الشهداء، عايزين حد يعني نوصل لهم تعازينا لمرور 40 يوم على رحيل ولادنا في الجيش المصري. وطبعا هنكمل كلامنا مع حضراتكم. داعش في بيان وقح لمصر بتقول انتهت السلمية ونبدأ مرحلة العبوات الناسفة، احنا منتظرينكم، يعني العبوات مستمرة، يعني مفيش حاجة جديدة انتوا هتجيبوها لين، العبوات موجودة اصلا ما انتهتش. وبيقول لك داعش بتقول لك الانضمام الينا هو الحل، يعني ملهاش حل تاني بقى، نروح على سوريا او العراق وننضم لداعش، هو ده الحل دلوقتي. وحابين نسمع كده كلينتون وهي يعني وفي تقرير كده عن مذكرات كلينتون بعد ما سابت رئاسة الوزراء في أمريكا، قعدت بقى تكتب شوية مذكرات تقول لك إحنا يا جماعة اللي أسسنا داعش، داعش صناعة أمريكية علشان خاطر نسيطر على منطقة الشرق الأوسط. ومن قبلها أصلا قبل ما تكون داعش صناعة أمريكية، تنظيم القاعدة صناعة أمريكية. نشوف ونرجع معنا. ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بداعش في عام 2013. أسئلة عدة دارت حول التنظيم منذ ذلك الحين، عن ظروف تأسيسه وعن الداعمين والممولين له. في مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أسست الإدارة الأمريكية داعش بهدف تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم المنطقة على أساس مذهبي وعرقي. وقد كان المخطط يرمي بحسب كتاب الخيارات الصعبة لهيلاري إلى اعتراف أكثر من 112 دولة حول العالم بالدولة الإسلامية لحظة إعلان ولادتها، لكن حسابات الحقل لم تتفق مع حسابات البايدن. فالممارسات الوحشية التي نفذها داعش أحرجت الإدارة الأمريكية على ما يبدو، فتراجعت عن الاعتراف بشرعية هذا التنظيم. يؤكد هذا الكلام العميل الأمريكي الفار إدوارد سنودن، الذي يكشف عن تعاون استخباري بين كل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل لتأسيس تنظيم دولة الخلافة. والهدف وفق سنودن هو حماية أمن إسرائيل من خلال استقطاب إرهابي العالم إلى داعش وتكفير الآخر ومحاولة إلغائه وتشويه الإسلام وفتح حروب ونزاعات مستمرة. وهذه العملية هي خطة بريطانية قديمة تعرف بعش الدبابير. وأكثر من ذلك، يقول سنودن إن البغدادي تلقى تدريبات على أيدي الموساد لمدة عام وتعلم فن الخطابة وعلم اللاهوت. هي ليست المرة الأولى التي تعترف فيها أمريكا بتأسيس تنظيم إرهابي طيب اعترافات صريحة هي من الإدارة الأمريكية بأن هي من، زي ما حضرتك قلت لنا في الأول، هي من صنعت داعش وهي من قبلها صنعت تنظيم القاعدة.
طيب طبعا البعض بيحلل بقى الثورة جاءت لتقلب كل شيء، يعني البعض خدها كده بمفهومه ان هي قلبت كل الموازين وغيرت الدنيا والشباب في حالة ثورة مستمرة مش عايزين نقف، يعني مظاهرات مستمرة. طب احنا معنا تليفون. طيب احنا معنا والدة الشهيد كورولوس فاضل. مساء الخير. مساء الخير. معانا على الهاتف والدة الشهيد كورولوس. مساء ممدوح. ممدوح مساء الخير. مساء الخير يا مدام. انا معايا والدة الشهيد كورولوس. طبعا انا جبتها بعقوبه وهي صحابي جدا انها تدخل معانا، وكمان طلبت منها ان تيجي تشرفنا في الاستوديو. يا ريت. تعمل مع حضرتك لقاء. يا ريت. وحضرتك السريعه اللي انت عايزه تسريها. اتفضلي. مساء الخير يا فندم. تعزينا ليكي ولكل الناس اللي موجودة عند حضرتك، ويعني عزانا الوحيد ان كورولوس ضمن 31 شهيد في السماء دلوقتي. ربنا يخليكي. انا كان ليكي شكوى في الفترة اللي فاتت، انا حابة اسمعها من حضرتك. ايوه. اتفضلي. ايوه معلش انا سامعة كويس. طيب كان ليكي شكوى في الفترة اللي فاتت، أنا حابة أسمع الشكوى من حضرتك. أيوه حصل. سيادة المحافظ لما جه يعزيني هنا قال لي اللي أنتوا عايزينه وطلبات الشهيد كورونوس ده حاجة كبيرة وحاجة حلوة يعني. أنا مش عايزين منك حاجة، كل الموضوع إن حضرتك يعني تعمل تذكار لإسمه زي أي شهيد. مدرسة أو شارع. أنا خلاص هعمل لك مدرسة خلال يومين هتكون الإجراءات خلصانة. تمام. بعد كده عدى أسبوع أو اثنين وثلاثة رحنا له. حضرتك ليه ما عملتش زي ما وعدت؟ نفس الأسلوب كده وصدقيني. أنا قلت بقى في لجنة وإن شاء الله خير اللجنة هتستمع وتشوف هنعمل إيه. قلت له يعني مش مستاهلة. موضوع مش محتاج لجنة يعني. مش محتاج لجنة. محتاج امضى. معلش. فوالد كورولوس بيقول له طيب دلوقتي والدة كورولوس قاعدة في البيت لوحدها بين صور ابنها. ومفيش حد، انا في الشغل وابني في الكلية. فممكن لو امكن بقرار وزاري جاي برضه واحد مجند معرفش او قائد الله اعلم. جه قال لنا قرار وزاري بتعيين احد اهل الشهداء. فبيقول لي شفت في العاشر بالتجزاء. فبقول له لا عاشر معلش. قال لي مش عايزه تستني عشان تروحي وتيجي. قلت له لا عاشر لا. قال لي خلاص هعينك باليوميه. فوالد كورونوس بيقول له باليوميه؟ والدة الشهيد كورونوس تتعين باليوميه عليله ب 15 جنيه احنا مش محتاجينها. ده انت لو تاخد ملايين وترجع لي ابني، احنا مش محتاجين اللي انت بتقوله ده. طبعا. انا بقول عايزين نخرجها من البيت عشان حالتها النفسية تعبانة. يقول لي انتوا بتعملوا لي كده؟ ده كان مجند يعني تعملوا لي كده؟ طبعا مثلا انا متشكرة لحضرتك. ورحنا مشينا. بس صدقيني عالم ربنا انا خارجة من عنده وانا حاسة ان انا اللي قتلت ابني. لان انا اللي زرعت فيه وطنيه وحب الوطن، وانا حاسه ان الوطن ما يستاهلش الصراحه. طالما في محافظ زي كده في بلد يبقى ما يستاهلش. عشان يجرح امي مجروحه وتعبانه ويهين ابنها يبقى ما يستاهلش حب الوطن. ابني راح ببلاش بصراحه، حاسه ان ابني راح ببلاش مش اكتر من كده. انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني عزانا الوحيد ان كورولوس شهيد في السماء بين احدان القديسين. مش وجود اسم كورولوس على مدرسه هو اللي هيخلينا يعني فاكرين ولا لا. كورولوس خلاص اتحفر جوه، يعني محفور جوه قلوب كل واحد، كل جوه قلب. انا عارفه بس المفروض انه ما يفرقوش زيه زي غيره. انا ما بطلبش مطالب يعني. ده هو اللي جه قال انا هعمل كذا. ليه يرجع في كلمته تاني؟
طيب انا عايزه من حضرتك مناشده، انا يعني عايزه طلب حضرتك توجهيه مباشره لرئيس الجمهوريه، قولي له انا عايزه كذا يا رئيس عبد الفتاح السيسي، ابني كان موجود في الجيش المصري وانت اللي تتولى الامر ده. انا بقول يا سيادتك الرئيس، ابني مات في مصر ومات على ارض مصر، يعني شهيد مصري زيه زي اي واحد تاني، زيه زي اي جندي اي ضابط، مش مجرد مجند. ابني ما كانش مجند، ابني بكالوريوس اداب انجليزي، ما كانش بالاستبقائيه ولا عدديه، ابني كان متربي على الوطن ومتربي على حب الوطن، حقوقه ياخدها زيه زي اي شهيد تاني يا سياده الرئيس. احنا هنا على ارض مصر كلنا زي بعض، ما كنتش انت كمان هتجيب لي حق ابني؟ انا هقول لك مش عايزه حاجه، هقول لك خرجني انا كمان من الارض دي لاني ما استاهلش اعيش فيها. انا اللي علمت الوطنيه، طالما حق ابني هتضيع يبقى انا ما استاهلش اقعد في البلد دي. اديني تاشيره اي بلد وانا هسيبها لك وامشي. انا جوزي وابني مش عايزه اكتر من كده. لكن لو فعلا ايامنا غاليين عليك وانت قبض كل المصريين، انا عايزه حق ابني زي اي شهيد تاني. طبعا دكتور اسمه زي اي شهيد تاني. وانا هتابع لحضرتك، مش هقول اكتر من كده. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا هنيجي لحضرتك قريب قوي وهنضم صوتنا لصوتك ان فعلا اسم الشهيد كورولوس يكون يعني يا اما على شارع يا اما على مدرسه. احنا مش هنتنازل، احنا يعني بنتكلم كتير ونقول ان احنا عارفين ان كورولوس موجود في قلوبنا وعمرنا ما هننساه، بس من حق حضرتك ان انت يكون في مكان طول العمر باسم كورولوس. ومكان كمان يعني انا عرفت ان حضرتك عايزه تكوني يعني لو اسم الشهيد كورولوس على احد المدارس تكوني حضرتك بتشتغلي في نفس المدرسة. انا احنا كلمنا حضرتك ومبسوطين جدا وتعازينا مرة تانية لحضرتك، وتعيشي وتفتكري وان شاء الله يعني كل اللي بتتمنيه للشهيد كورولوس يتحقق في الفترة اللي جاية واحنا مع حضرتك. ان شاء الله ربنا يخليك ربنا يحفظك ودايما تفضلي كده ان شاء الله. هنستنى حضرتك في الاستوديو يا فندم، هنستنى حضرتك تجي لنا مره وتشرفينا مره عشان نتكلم بقى بشكل موسع عن الشهيد كورولوس. بشكر حضرتك، ومن حقها ابسط حقوق لام شهيد تشوف اسم ابنها منور. خلاص ابنها اندفن ومات، عايزين اسم بقى الابن ينور على مدرسه، مش يستهين واحد ب مجند علشان هو مجند. يعني هما لو كان ضابط او كان حاجه اداب انجليزي وكان مجند بيحمي الوطن على الحدود ومات جنب محمد وجنب احمد وجنب بطرس، كلهم ماتوا مع بعض، فما فيش فرق بين ده وبين ده. هكمل كلام حضرتك، وكنا بنتكلم عن الشباب. البعض بقينا في ثوره مستمر، مش عاجبنا ده النهارده هننزل دلوقتي، مش عاجبنا ده بكره. وكلمة بقى التغيير، عايزين التغيير. كلمينا على الموضوع. شوفي ثورة يناير هي تعبير عن تناقضات ثقافية داخل المجتمع، ثقافة قديمة وثقافة جديدة. تمام. ثقافة جديدة بيتبناها الشباب بسبب انفتاحه على ثورة الاتصالات أكثر من الأجيال القديمة. الكوميونيكيشنز الهائله. هذا الشباب هو يريد ان يكون معاصر، يعيش بقيم معاصره. بينما هناك ثقافه قديمه يتبناها كثير من الناس، يرغبون في ان يعيشوا بثقافه ماضويه، ثقافه تنتمي الى الماضي. هذا التناقض الذي هو كانت من تجلياته ثورة يناير، هي مش صدفة ان ثورة يناير كان معظم من قاموا بها وبدأوها الشباب. ولكن هذا لا يعني ان هناك ايضا من هم ليسوا شبابا يتبنون الافكار الجديدة ويريدون ان نعيش
بافكار معاصره. ممكن نقول عليها برضو ان في بعض المندسين بيفكروا في فكره المؤامره تحت نطاق او تحت شوفي ما انا الشباب. ما انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ما هي المشكله في موضوع الشباب؟ المشكله هي ان الحياه السياسيه في مصر غائبه منذ فتره طويله، منذ العقود وما قبلها التي حكم فيها مبارك. حصل انحطاط في الحياه السياسيه، حصل انحطاط حتى في احزاب المعارضه. هي احزاب ورقيه ديكوريه زيليه لنظام مبارك كانت في مجملها. الشباب لم يتربى تربيه سياسيه، هو يتخبط، ها هو يتلمس طريقه في الحياه السياسيه. شيء طبيعي ان يكون جزء من هذا الشباب اداه في يد قوة متآمرة، قوة لا تعمل لصالح الوطن، قد يكون. ولكن هذا لا ينفي حقيقة واقعة، وهي أن الشباب يرغب في تغيير حقيقي وتغيير جذري، ولأن التغيير الجذري لا يحدث على المستوى الثقافي على الأقل، فالشباب دائما يرغب في حراك سياسي ويخرج من خلاله طاقاته ورغباته. ده ما يعطلش أستاذة الحاجات اللي احنا عايزين نبني بها المستقبل. مثل يعني مثلا دلوقتي احنا بنمر بأوقات صعبة في ظروف البلد وعايزين البلد تقوم. هل دلوقتي الشباب يساعد البلد عشان تقوم ولا يكمل في مسيره في قصة التغيير؟ والله هذا مرهون بيد القائمين على الأمر في البلد. ما هو الشباب ده فتحتي له مصنع وشغلتيه وراح عمل مظاهرات. الشباب يعني أقعد مع الشباب أحل مشاكله. الشباب ده عملتي له أي وعاء سياسي في سنة 64 لما جماعة الإخوان المسلمين وفي 65 حاولوا يعملوا اضطرابات وقلاقل في البلد. عبد الناصر عمل إيه؟ عمل حاجة اسمها منظمة الشباب. منظمة الشباب دي كان بيدخل فيها طلبة المدارس، يعني أنا كنت فيها وأنا عندي 15 سنة طالبة في سنة تانية ثانوي. فإذن الموضوع أنا بقول إن الكرة في ملعب القائمين على هذه البلد أصحاب القرار. افتح مصنع شغل الشباب، اعمل وعاء سياسي وإطار سياسي واكتذب من خلاله الشباب، ولا تتركهم لقمة فائغة في أيدي المتآمرين والمتآمرين على هذا الوطن. طيب أستاذة، لا كرامة لنبي في وطنه ولا كرامة لمثقف صادق في وطنه، تشعرين بالمرارة؟ اطلاقا اطلاقا. يعني لماذا أشعر بالمرارة أصلا؟ من كل مثلا اللي احنا بنمر به من أحداث و يعني لا شوفي طبعا تخبطات كتير. أشعر بالمرارة لست كمثقفة، كمواطنة مصرية، كجيل حلم كثيرا. يعني جيلنا من أكثر الأجيال التي حلمت بتغيير وراهننا كثيرا على التغيير، ولكن التغيير لم يحدث بمستوى الأحلام. ربما من هنا يكون الشعور بالإحباط. احنا معانا تليفون. الو، مساء الخير. مساء الخير. طيب لغايه ما المكالمه تجيلنا. طيب اسماء روايات حضرتك يعني غريبه، يعني زهره المستنقع الوحيده، العربه الذهبيه لا تصعد الى السماء، الحاجات دي مقصوده ولا بتعبر عن حاله معينه؟ لا هو مش اسماء غريبه ولا حاجه. يعني بتختاري الاسم على 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 ايه؟ على اساس لا هي مش مساله اختيار الاسم، هو عنوان اي عمل ادبي. اولا زهره المستنقع هي قصه قصيره وليست روايه، ولكن اختيار العمل الادبي ووضع عنوان له هو يجب ان تكون له ضروره فنيه. مثلا عندما اخترت البشموري كعنوان لرواية البشموري، ها كل الناس قالوا ما هو البشموري، ها انا اريد ان يتساءل الناس عن عشان يعرف ايه هو عشان البشموري. يعرف ايه هو البشموري. صح. ولان موضوع الكتاب عن ثورة البشموريين، ها والابطال اللي في الكتاب هم ينتموا الى البشموريين، فيبقى الكتاب
مش هسميه محمد علي خالص، لا طبعا هسميه البشاري. حاجه بتعبر عن الروايه. العنوان في العمل الادبي يجب انه يعني يكثف مجمل الخطابات الادبيه الوارده في الروايه، ان يعبر عنها، يعبر عن عوالمها بقدر. استاذه سلوى، ليكي روايات كتيره مترجمه للغه ثانيه، ايه هي؟ انا ترجمت اعمالي 17 لغه. ما شاء الله. مختلفة. كل اعمال حضرتك؟ لا، بعض الاعمال. العربة الذهبية من اكثر الروايات التي ترجمت. ترجمت رواية البشموري الى الانجليزية. ترجمت كوكو سودان كباشي الى الكورية، ترجمت صدرت في كوريا الجنوبية. العربة الذهبية ايضا صدرت بحوالي 12 لغة. منها مثلا اللغة البولندية. هناك بعض القصص ترجمت إلى اللغة السنسكريتية في الهند. ترجمت مجموعة قصصية بعنوان عجين الفلاحة إلى اللغة الصربية. ترجمت إلى اللغات العربية. طيب ليكي كتبتي بلغات تانية غير اللغة العربية؟ لا، أنا أكتب باللغة العربية وتترجم عنها. استاذه سلوى انا بشكرك قوي النهارده. شكرا يا حبيبتي، يعني نورتينا، كاتبه واديبه وقصص حضرتك يعني مكسره الدنيا. يعني الله يخليك يا حبيبتي، يعني اكتسبت معلومات كثيره من حضرتك. شكراً جدا النهارده، بشكرك ومزيد من اللقاءات في الفتره القادمه. شكرا جزيلا. طيب اخر حاجه بس هقولها لحضراتكم، دعم الشرعيه، حظر تحالف دعم الشرعيه والتحافظ على اموال 48 قياديا واخوانيا. نتمنى في الفتره اللي جايه كل الفلوس اللي عرفنا ان هي منهوبه من مصر، سواء من القيادات الاخوان المسلمين او للناس اللي خدت براءه، يتم رجوعها. يعني خدوا براءه على عيننا وعلى راسنا، بس في مبالغ. ولسه قلت لحضراتكم اني في سويسرا، يعني جاري تجميد المبالغ اللي موجوده في البنوك السويسريه، يعني اللي هي بتاعه مبارك. عايزين كل الفلوس يا ريت ترجع لمصر، هتحل مشكله كبيره عندنا جدا. انا بشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده وبرنامج ام الدنيا. أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي ناسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، رب الناس كبرت تحرقها، صبرة وبتدور على طوق تهربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. في كتير طرق وسط الحياة.